النهاردة هعمل فيديو، المفروض ان انا اعمل انا عاوزاه يطبع لي هنا، انا عاوزاه يطبع لي الفروت بتاعتي اللي انا بحبها. اعملها ازاي؟ انا عارفة اعملها. لازم اعملها ماشي. انا المفروض دلوقتي انا عاوزاه هنا يطبع لي الفروت اللي انا بحبها، زي المانجا مثلا. انا بحب المانجا، عاوزاه يطبعها لي. لازم هنا اكتب حاجه الاول، اكتب اول سطر وعملت اول حاجه مانجا لان انا بحب المانجا. ممكن اغير اي حاجه. انا دلوقتي هعمل نفس الكلام في اللي تحت واصور. هني عملت الاثنين، والمفروض اعمل برنت ويطبعها لي تحت. اختار اني اللي انا بحبهم، اللي انا بحبه اعمل له برنت. دلوقتي هو عملت بنانة. ديني عملتها وعمل لي بنانة ومانجوز. انا دلوقتي خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.